كانوا بيطلعوا الصوت. احنا بقى لنا فتره بنتكلم بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن احنا بنتكلم على اي مباراه بالتحديد، بشكل عام جمله اداء مش مرضي اتكررت كذا مره الفتره اللي فاتت، ده حاصل ليه وانت عندك مدرب كويس وعندك لعيبه زي الفل؟ ما انت الاجواء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ديت العوامل الخارجيه اثرت بشكل كبير جدا، يعني كورونا اثرت، يعني مثلا ايه تمريرات بالمسطره وبعد منها شويه تلاقي حاجات يعني عك شويه. طب ليه يعني؟ معلش هو على فترات اللعب المصري كده كريم، يعني 10 دقايق يبقى مركز وبعد 5 دقايق ليه يبعد عن التركيز، يبدا الاداره الفنيه من بره تبدا توجه تدخله في التركيز تاني. دي مشكله موجوده عندنا احنا كلاعيبه مصريين بصراحه. ده اللي عمله موسيماني امبارح في الهاف تايم كمان كان ليه يعني كان ليه دور طبعا في الاداره الفنيه، ان هو الحوار اللي دار بينهم برضه بينه وبين اللعيبه. ما ينفعش القيمه اللي موجوده التسويقيه اللي موجوده في الملعب بالملايين دي يبقى هذا الاخراج. يعني عايز اقول لك كريم، زي حضرتك كنت ممثل وممثل قوي، لما بتطلع بتقوم بالدور بتاعك تبقى مركز ومذاكر واخد بالك، وبعدين لما بتبدا تقوم بالدور بتاعك بتحاول انك انت تطلع احلى حاجه ما عندك. نفس الكلام بالنسبه لعيبه النادي الاهلي النهارده، كمان في ميزه كمان للعيبه دي هتشجع ان اللعيبه دي تادي اداء مميز، عوده الجمهور النهارده. يعني لو 1000 واحد انا شايفهم بيمثلوا 10000 واحد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ال 1000 دول بيقدروا في الاستاد بيرجوا الاستاد وبيحيوا اللعيبه وبيسندوهم بشكل كبير جدا، وده اللي محتاجه اللعيب في الفتره دي. لكن الاسباب اللي اثرت يا كريم، كورونا كانت سبب كبير جدا، الاصابات اللي ضربت اللعيبه والنجوم بالذات النجوم المؤثرين في النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان الاجهاد، الاجهاد ده خد بالك عمليه صعبه جدا، اللعيبه بتلعب سنتين ما ريحتش بين دوري بين كاس وافريقيا وبعدين منتخب مصر، فده بيبقى لود كبير جدا على اللاعبين. واحنا شفنا يعني اتكلمنا على الاجهاد واحنا مرنا بيه كلعيبه، لما بتوصل لنتيجه الاجهاد ده كريم ما بتبقاش شايف قدامك، بتفاجئ بمستوى تاني. ده كلام مظبوط، لان في الاول وفي الاخر احنا قلنا الكلام ده وهنرجع نقوله تاني، لازم الناس تبقى عارفاه لاعبتنا مش مكان بالزبط. حتى المكان بيريح، فيعني هم كانوا فعلا ده بصراحه عذر ما نقدرش ان احنا نقول عادي يعني يعدي، لا مستحيل يعني. لكن لكن في نقطه كمان مهمه قوي، الدكه البديل. أيوة. البديل مهم جدا. هو ده برضك اللي مزعلنا.